بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. برحب فيكم أعزائي الطلاب. موضوع اليوم حيكون عن كيفية تحويل الصورة إلى 3D بدون الرجوع لبرنامج الأوتوكاد. وعادة كثير بنواجه مشاريعنا أنه محتاج أنه تعديل وأشوف المنطقة هاي بال3D، فالموضوع مش مستاهل أرفع أوتوكاد وبلانات، مرات حتى ما بيكون له أوتوكاد أو ما بيكون دقيق لأنه تم التعديل عليه بعد الأوتوكاد. فكيف اليوم من صورة نحول لمشهد حقيقي بال3D ونفرشه بطريقة سريعة جدا؟ تابعوني حنشوف مع بعض كيف نعمل. الآن أنا بالماكس وحسحب الصورة دراج مباشرة في بيئة الماكس. أنا في البيرسبكتيف، بسألني حتكون الصورة بيرسبكتيف باك جراوند؟ يس. الآن حكبس ألت أو شيفت أف بداية عشان نشوف حجم الرندر، ألت زائد بي عشان أعطي الأوتبوت سايز للصورة يكون نفس الرندر، بعطيه ماتش بيت ماب وأعطي أبلاي. أوكي، الآن حاحاول أكبس ALT مع ميدل الماوس وحاول إنه الجريد يكون أمامي بهالشكل. محتاج الآن إني أروح على Utilities واختار Perspective Match وأتأكد إنه X Y Z مفعلين و Show Vanishing Line، Show Vanishing Lines، بحيث إنها تكون عندي 6 خطوط كل اثنين بيعبروا عن Axis. فممكن أختار X Axis يكون من المنطقة اللي هون المنطقة اللي هون، رفل سريع بدون تدقيق، الواي امام وخلف، والزي اكسس لاي شيء واقف ستريت. الان ندخل في تفاصيله اكثر، ممكن اركبه بدقه اكبر، امسك بدايه الخط واحاول ارفعه للاعلى بالضبط. نفس الشيء بالنسبه للنقطه اللي هون والنقطه اللي هون، حادخل في تفاصيل اكثر لقدام شوي، بس الان بس اخذهم رفلي كل واحده في منطقتها تقريبا بهالشكل. هاي الحيطه بارزه عن حيط اللي بالخلف، حط هاي في الزي اكسس تقريبا اقرب ما يكون، نحاول نقربهم لبعض. الان محتاج تفاصيل اكثر، محتاج تفاصيل اكثر، فحختار من البلس اللي في اعلى الزاويه الشمال، اختار 2D pan zoom mode. الان بزوم وبقدر اشوف التفاصيل اكثر، فبركب القطاع اكثر. كل ما كنت دقيق في تركيبهم كل ما كانت الريزلت اسهل ودقيقه اكثر. بهالطريقه نحاول نعمل ماتشنج بقدر الاستطاعة، مش ضروري يكون بيرفكت، يعني هون ما في نظام سناب نمشي عليه، لكن أفضل ما يكون بالعين. تقريبا بهالشكل. ولما نحس حنا الأمور تمام في الشوت، الآن أنا محتاج إنه أحول البيرسبكتيف لكاميرا. خليني أطلع من البان 2D واختار كنترول سي، تحول معي لكاميرا مباشرة. الآن حختار بوكس، ولأنه عارف الارتفاع تقريبا 3 متر، فبدي يكون في عندي بوكس ارتفاعه 3 متر. حروح على موديفاي واعطيه الارتفاع الهايت 3 انتر. نرجع على يوتيليتيز وحاول ألعب في الزوم اللي هو الديستنس، ليعطيني أعلى منطقة تقريبا هون عند الحافة يكون 3 متر من الأرض، الحافة 3 متر. اختار بلين وفعل امر اوتو جريد عشان ارسم عليه مباشرة بهالشكل. الان قطعة بالخلف ما بتلزمني، ديليت، ومحتاج اني اعطيها رايت كليك وادخل على اوبجكت بروبريتيز من اجل انها تكون باي لاير عشان افعل الشفافية اللي داخلها. من موديفاي اختار انه يكون لينكث 1 باي 1 عشان ما يكون مزعج بالسيجمنس اللي عليه، واحولها مباشرة لكونفيرت تو بولي. لكن قبل ما احولها لبولي اتاكد انه الهاي تبعها 3 متر. الآن convert to poly وحاول أختار أنها تكون بالضبط راكبة على الحافة والأرضية بنفس الوقت. edges وحاول أجيبها على حافة الإدجز اللي عندنا هون مع حافة الإدجز تقريبا بالنظر. الآن أنا بالكاميرا shift، ولاحظوا بدخل الواي بس، وأنا كابس shift وأسحب drag لحافة الزاوية اللي هون بالضبط. نفس الشيء حيكون في المنطقة المقابلة لحد المنطقة اللي هون بالضبط، تقريبا بدي هاي على مستوى هاي بالضبط. فالان بختار شيفت، بختار سناب، وبتاكد انه الاكسس كونستريت انفعل، واحاول اسحبها في الواي على مستوى هاي بالضبط، فتنتين راكبين على نفس الموضوع، نفس الليفل في الواي اكسس. الان حختارها شيفت وموف لعند بدايه الباب، شيفت وموف للاخر. نفس الشيء هون حيكون كوريدور، ما بعرف كم حيوصل بس بالنهايه رسمته. الان بالواي حاسحبها، يفضل يكون السناب فعال
عشان أجيبها على مستوى هاي بالضبط، وأحاول إنه أمشي للأمام بالنظر بدون سناب. الآن شفت موف لحد بداية الفتحة تقريبا بالعين، حيكون عندي شفت موف، حركبها بعدين بس أطلع من الكاميرا، شفت موف الجهة الثانية، والآن دبل كليكون عشان يأخذ كل الخط، أسحبها مرة ثانية. ممتاز. الأرضية الآن شفت موف في الواي أكسس، أس على مستوى هاي بالضبط، وأختار كمان شفت موف على مستوى السيلينج بالضبط، شفت موف بدون سناب، أس ألغي السناب وأكمل ستريت عادي. الآن الحيطة هاي مش موجودة، نعملها شفت موف في الزي أكسس، حتى وأنا مش شايف الأكسس بيطلع معاي في الزي لوين، أس لمستوى السيلينج بالضبط. أختار ألت إكس، تقريبا رسمتهم كلهم ضايل المنطقة اللي هون، شفت موف ما بعرف كم، حطلع من الكاميرا وشوف كم بلزمني هون. الآن القطعة اللي عندي هون بداية نختار بي بيرسبكتيف ونعمل ألت إكس ونشوف شو اللي صار بالضبط. هاي الكاميرا تبعتنا وعمالي بصمم من المبنى مع إني ما مش شايفه على الواقع يعني، أو ما عندي أوتوكاد إله، بس ممكن تصميمه بكل سهولة. أختار بالإكس سناب سناب، طبعا هاي المنطقة ما لها داعي، اختار بوليجونز ديليت لأنه هذا كوريدور بالنهاية، وهذا نفس الشيء هون، ويفضل يكون في عندي زاوية هون. الزاوية هم بدي أطلعها من السي أك من السي ألت إكس وأحاول أجيبها بالضبط من المنطقة اللي هون. يعني هاي طريقة صدقا عملية ورائعة للي مستعجل وما معه وقت يشتغل شغل كثير في تعب وجهد. الآن على مستوى القطعة اللي عندي هون، بدي قطعة تكون في المنطقة اللي هون، فخليني ألغي الأرضية مبدئيا اللي هون ديليت سي عشان أندل عليها أكثر، والأرضية اللي هون على بداية الكوريدور هختار إج لمستوى القطعة هاي بالضبط، فبختار تنتين اللي هون كونكت خط بينهم سوري لحد هون بدون سناب يفضل، هختار إجز بدون سناب، شيفت موف الحافة هاي تقريبا، بي الحتة الصغيرة هاي اللي هون عندي، شيفت موف خفيف، وشيفت موف للأسفل أس عشان تكون على مستوى هاي، كمان من المنطقة اللي هون شيفت موف أسكرها تقريبا في المنطقة اللي هون، سي ألت إكس حددت القطعة اللي هون، عندي الحافة اللي هون اللي هي بداية الحيطة، هختارها تكون بدون سناب، هي تطلع بتعمل نفس الزاوية اللي هي العمود اللي عندي هون في المنطقة اللي هون. فإذا مش واضحة الأمور بروح على البيرسبكتيف ألت إكس، ومحتاج إني أطلعها من المنطقة اللي هون، شيفت موف للأعلى سي ألت إكس تقريبا المنطقة اللي هون، أختار الإج الخاصة فيها، شيفت موف لبداية القطعة، يعني بالواي شيفت موف خفيف، بالإكس شيفت موف خفيف لبداية الزاوية تقريبا، بعدين شيفت موف بشكل كبير لحد هون، وكمان شيفت موف أس على مستوى الأرضية بالضبط، وكمان ممكن أختار الأرضية كاملة وأطلعها، أو أختار الجهة الأخرى إكس وأسحبها على مستوى النقطة اللي هون. تمام، ألت إكس عشان أشوف المبنى كامل. عندي فتحة بسيطة هون يفضل أسكرها في الواي، بي لأني مش هشوفها في الكاميرا، فيفضل إني أسكرها من المنطقة اللي هون، موف مع سناب، موف مع سناب، وأعتقد النقطة اللي هون موف مع سناب الأعلى. يعني هو اللي بيسهل العملية فهمك للمشروع، لأنه الواحد لما يصوره فعليا لما يصوره بالكاميرا بيكون فاهم بالضبط وين أبعاده وين تفاصيله. إج شيفت موف للأعلى. الآن المنطقة اللي هون معمولة فليبت، 1 2 3 4 هاي الفيسز معمولة فليبت، مش زي هاي فاتح لونها، لا هو الغامق لونها، فبعطيه فليب فبرجع ستاندرد. هختار الآن إدجز وأسحبهم مع مستوى الإدج اللي هون، والإدج اللي عندنا هون كمان مع الإدج اللي هون، شيفت موف لحد المنطقة اللي هون، نرفع للأعلى بهالشكل للسيلينج، ونرجع هاي للخلف شوي عشان يكون تناسق المدخل. هاي الكوريدور الأول، هاي الكوريدور الثاني، وهاي التصميم كامل. الآن سي ألت إكس. هيك احنا خلصنا تقريبا، يعني اصعب مهمه خلصناها بشكل عام، ضايل بس ارتفاع الباب ممكن نحدده، هختار ادج بي
وإج تاني في المنطقة اللي هون، رات كليك كونكت، أوصل بينهم بخط سي وأرفع مستوى بدون سناب أحد بداية الباب بالضبط. طبعا الباب أنا بعرف إنه 90 سنتي لأنه باب حمام، أو 80 سنتي لأنه باب حمام. حختار إج من هون لهون، كونكت، وصلت بينهم عن طريق أمر كونكت. النقطة اللي هون، النقطة اللي هون، أو نمسك اللي هون كلهم كونكت عشان يعطيني. حاوديها هون بالضبط مع السناب عشان بدي أقياسها بالضبط، يكون موجود 80 سنتي، خليها 80 سنتي. بفعل السناب بوديها هون بالضبط، رايت كليك واروح على موف سيتنج واعطيه بعكس الاكس ناقص اكس، يعني ناقص 0.8 اذا كان 80 سنتي الباب. ممتاز. سي بوليجونز سيلكت منطقة هاي ديليت. الان ممكن اختار بوردر او حتى ايدجز، يعني اذا بدي سماكه للباب نفسه اعملها، بس حنحط موديل للباب. طبعا موديل جاهز سريع، شفت موفل او 30 سنتي 20 سنتي بدون سناب كافي. سي almost done. هيك المشروع تقريبا كستراكشر كديزاين done. ننتقل للخطوة الثانية، والآن نرجع نكمل مع بعض. حيكون في عنا مصدر ضوئي لو بسيط اللي ينور المدخل عنا، هو الكاردور من يمين للشمال. فهختار بيري، نحوله لبيري، وهختار أوتوغريد عشان أرسمه بتسيع المنطقة اللي هون. أي بلين الأول لباب أو مدخل اللي عندنا في المنطقة اللي هون، اللي هي مدخل الكاردور. لايت سريع، هعمله انستنس على الجهة الثانية از كوبي الاكس اكسس از كوبي، مش انستنس كوبي لانه ممكن اغير او ازيد الاضاءة شوي. مش اكثر من هيك انا محتاج المنطقة اللي هون، بس ممكن نمسك المنطقة اللي هون نحاول نرجعها للخلف اكثر بهالشكل، بس مش كثير مهم الموضوع. يفضل يكون في عندي مصدر ضوئي خلف الكاميرا لو اشي بسيط. كمان اوتو جريد حيكون تقريبا في المنطقة اللي هون، ونجيبه في خلف الكاميرا بهالشكل. طبعا لازم يكون عندي السيلينج مصدر ضوئي اللي هو الديكوريشن تبع السيلينج ليتر، حيكون يعني اجباري. ديت لازم يكون من التوب احسن. بلين سيلينج للمنطقة اللي هون والمنطقة الثانية، بس خلينا ننسخه وشوف ارتفاعه بداية قديش. ليتر حيكون سيلينج عندي، بس هذا سريع عشان تطلع الصورة مناسبة. ممتاز. الآن شو نوع الماتيريال؟ هون التريك، شو نوع الماتيريال حلون فيها بشكل عام؟ نوع الماتيريال حيكون رابر ماتيريال من الفيري، رابر ماتيريال من الفيري. وقبل ما أدخل فيها، في اللي مش فاهم بالضبط كيف أنا فعلت السناب عن طريق this option اللي اسمه constraint، هذا بدونه صعب الشغل بصراحة، اللي هو بيشتغل مع السناب مع بعض على اساس انه يعطيني نقاط اكس واي زد بشكل حر. هيك تفعل وهيك مطفي. كيف احصل عليه اذا مش موجود عندكم؟ رايت كليك، اسمه اكسس كونسترينت. هي اكسس كونسترينت بشكل عام، وهذا جدا مهم خاصه اللي بده يشتغل شغل دقيق. الان حختار ام ماتيريال، وحختار نفس الصوره. الحمد لله، يعني ما في مشكلة لما تجينا هاي الصورة، يعني انه ما خسرنا شيء. اوكي، ما خسرنا شيء، وحيتسيف نسخة منه، يعني كانوا بحكي لك روح هيك ارتاح وروق وارجع لنا ان شاء الله، شكلك تعبان، فانا حبيت اعطيك استراحة. فشكرا يا ماكس. نكمل بعد ما نرجعه مرة ثانية. والان رجعنا مرة ثانية. الان اضفت بلوك سريع بالفترة اللي كان فيها عامل كراش، بلوك نزلته من 3D Sky فري. الآن حندخل في الزبدة مباشرة عشان ما أطول عليكم. الماتيريال اللي حتحدد الانعكاس والظلال بشكل عام، حكبس على رقم 8 اللي هي Environment، وحكبس على حرف الأم اللي هي الماتيريال، واسحب الصورة هاي الأصل اللي هي بالباكجراوند، دراج مباشرة على الماتيريال as instance. تمام. الآن حنطبق الموضوع على فيري وعلى كورونا مع بعض عشان بزبط هيك وبزبط هيك. حبلش في فيري، وحختار ماتيريال ديفولت ماتيريال، حتروح الصورة على مباشرة على الديفيوز، على الديفيوز ماتيريال. ممكن نرتبها بهالشكل. اوكي. الآن الماتيريال الرئيسية في الموضوع كله اللي هي بالفيري اسمها رابر ماتيريال. رابر ماتيريال هي اللي حتحدد هذا الموضوع. حدخل على البيس واعطيها مباشرة هون على كل المشهد، اللي كل الجدار والأرضية
والسيلينج بشكل عام. إذا حاب يكون في انعكاس في الموضوع ممكن أعطي بنفس الماتيريال يكون في عندي ريفليكشن، ممكن يكون في عندي جلوسنس حسب، بس مش كثير مهم الموضوع لأنه هاي تيستينج بس مش أكثر. الآن حختار أوبجكت عشان أشوف انعكاسه داخل المشروع بشكل يعطيني إحساس أن الأمور تمام. فأختار تيبوت with auto grid، بلش أرسمه في عدة مناطق. بدي عن منطقة الضوء هون لأنه في مصدر ضوئي، هون كمان أشوف تأثيره بشكل عام. والآن interactive render، إذا بنلاحظ أنه بلش يعطيني انعكاسات أباريق الشاي كأنها فعليا موجودة في نفس المكان، كأنها فعليا موجودة في نفس المكان، لكن لسه ما في إضاءة صح. بدي أحاول أدخل بلوكات على المشهد وبلط الأرضية ببلاط مختلف. هعمل بس عين أمامكم، بعدها هفصل وفرجيكم النتيجة النهائية بشكل عام. نعمل عينة كيف؟ أنا بدي الأرضية، هختار بوليجونز، هختار بوليجونز كلها حتى مع الممرات باي أنجل، بتفيدني كثير إنها تأخذ كل شيء مرة واحدة. F2 تعطيني السيليكشن واضح أو لا. الآن إكس فرام كيبورد ديتاتش أو ديتاتش مباشرة، وأتأكد إن هذول التنتين فاضيين، نسميها فلور. فهي الفلور انفصل الآن عن باقي المشروع، والفلور هذا بدي ألونه بماتيريال جديدة، فممكن أستخدم المكتبة الخاصة بالفيري وأعطي اللي هي الود أي واحدة فيهم this one وأعطيها. بس قبل ما أعطيها انتبهوا إن هون موجود عندي use real scale، الحجم الطبيعي لها. إذا بدي أكبس الكبسة هاي بيكون حجم الطبيعي لها، إذا ما بدك أكبسها بيكون roughly زي ما بدنا هيك حسب السكيل اللي أنت حابه، لكن يفضل use real world scale ودراج مباشرة على القطعة اللي هون، وأعطيها مباشرة new اللي هي UV map، وأتأكد من الأمر هذا اللي هو use real map size، وأعطيها box. وحاب نشوفها هون حنروح على views show material in viewport as default setting اللي هي standard، بس ممكن realistic لكن حيأخر الجهاز شوي. خلينا على standard. الآن هختار render مرة ثانية وأشوف الانعكاس والأرضية اللي طبقتها بهالموضوع. طبعا أي قطعة هون ممكن نعملها بنفس الطريقة، أي قطعة ممكن نعملها بنفس الطريقة، نبلط ونعدل نحط بانيل نحط سيلينج. الآن حجهز الموضوع كله وبرجيكم إياه بشكل نهائي، بس قبل ما أعمل هيك حاب أفرجيكم بكورونا كيف بيتم الموضوع داخل كورونا، عشان برضو طلابنا الأعزاء اللي بيشتغلوا على كورونا ما يزعلوا منا. بداية حاب أحول المشهد كله لكورونا، رايت كليك وأروح على كورونا كونفيرتر وأعطي ستارت كونفيرشن. الآن انتهى، صار موضوعنا كورونا مباشر، بس حاب أروح على سيتنج وأعطي بدل فيري أعطي من فيري أحوله لكورونا. تمام. الآن داخل كورونا حختار ماتيريال، رايت كليك ماتيريال كورونا، حختار شادو كاتشر ومحتاجه الصوره، محتاجه الصوره نفس الصوره الاصليه، ممكن ابعثها مباشره هون، لكن هالمره مش حيزبط معي انها تكون باك جراوند. شيفت موف، سحبتها للاعلى نسخه جديده، وحتكون هاي الصوره هي الباك جراوند بالنسبه لي. فحلون فيها كل الاوبجكت اللي عندي هون واعطي الساين، ونتاكد من الانتراكتيف ريندر الخاص في الكورونا. ستارت انتراكتيف ريندر ونشوف مع بعض. بيرفكت، شوف كيف الظلال وانعكاساتها. الأرضية هبدأ أعطيها ماتيريال من نفس ماتيريال كورونا، ستوب للرندر وأدخل على الماتيريال الخاصة في كورونا اللي هي المكتبة، وأختار إذا في عندي فلورز هاي التايلز، ممكن نلونه. طبعا بتختلف الماتيريال بين كورونا وبين فيري، بس المبدا واحد. طبعا هون ما في ريل سكيل ماب سايز، فاحنا بدنا نعمله بشكل عام. ممكن اختار ماتيريال دراج ذس ون بهالشكل، اخذته مباشره بقياسات حقيقيه بدون ما اعطيها شيء. ممتاز. نشوف الان الرندر مع بعض. ستارت اي ار انتراكتيف رندر، كبر شوي. ممتاز. الآن البلاط اللي اخترته بشكل عشوائي بلش يعطيني انعكاس أي قطعة عليه، فلما ندخل بلوكات حيكون بتعامل كأنه أرض
داخل المشهد بشكل مناسب، مع انه الباك جراوند قريب جدا من اللي اشتغلنا. شوفوا هي الطريقه مصممه للسرعه العاليه. فاول محاوله ممكن تطول معكم شوي، لكن بوعدكم المحاوله الثانيه الثالثه هتحسوا الموضوع جدا سهل. وانا لاني بحب لكم الخير، حابب تتعلموا هالطريقه، وبتمنى زبائني حتى اللي بتعامل معهم بالشغل ما يعرفوا هالطريقه، حتى الفيديو ما يحضروا اصلا، لانه بقول لك يا عمي هو هاي الشغله اللي تشتغلوها يعني كثير سهله وبسيطه يعني. فلا هاي بيننا احنا ان شاء الله، وحيكون العملاء ما لهم علاقه فيها. لازم يعرفوا انه بنشتغل احنا وناخذ حقنا في الشغل بدون ما يشوفوا تفاصيل شغلنا. فهذا لكم بس بيني وبينكم. والان عشان احوله لفيري رايت كليك، ممكن اختار الان فيري كونفرتر. اذا ما في فيري كونفرتر بس اضغط او ستوب، اضغط على الرندر واختار الرندر يكون فيري. ممتاز، اعمل رايت كليك بظهر عندي فيري كونفرت سين كونفرتر. خلاص الان بس اعطيه كونفرت، تحولت لفيري وحرندر فيري. الان بدي افصل واعطيه فرش كامل ونشوف الشكل النهائي. ما بدي اخذ من وقتكم، بتعطيكم النتيجه النهائيه بشكل سريع. والان رجعنا لكم بعد تقريبا ساعتين دمج واختيار بلوكات مناسبه، وبصراحه كله جاهز. فاللي عنده الكوزموس الخاص بالفيري خاص الحديث، في اشياء كثير بتساعدنا، في بلوكات جاهزه ممكن تنزيلها بكل سلاسه وسهوله بدون اي غلبه، واللي عنده مكتبه مجهزها بيكون افضل. فانا يعني مجهز بعض المكتبات اللي بتساعدني مباشره اللي اعملها دراج في المشهد. ونشوفوا لو رحنا عملنا هايد للسيلينج او الت كيو للسيلينج بي، نشوف مع بعض كيف عملناه. سيلينج عباره عن شغلات بسيطه يعني الوان وسويب، وعندنا السويب اصلا جاهز اللي هو السويب الخاص في السكريبت، وان شاء الله حيكون له محاضره خاصه نتكلم عنه ونفصله ان شاء الله. ولو رحنا على عملنا هايد للسيلينج، وهي التصميم بشكل عام. يعني صدقا ما كان اصله اوتوكاد، كان اصله عباره عن صوره، وجدا جميل وجدا سهل. وكل مشروع يبلش من A to Z وانتهى خلال 3 ساعات تقريبا. فبتمنى مع الرندر طبعا، فبتمنى انكم تشوفوا فيه فائده وتستفيدوا منه لشغلكم، ويكون تكنيك سهل الوصول له في او عند الحاجه له، سهل الوصول عند الحاجه له. وعلى فكره كثير من مشاريعي انا شخصيا بشتغلها بالطريقه هاي، بس الحكي بيني وبينكم. نشوف الرندر النهائي للشوت. هاي الرندر النهائي، اخذ تقريبا الرندر اخذ معي وقت 6 دقائق و50 ثانية، يعني 7 دقائق. فبشوفكم على خير إن شاء الله، فيديو جديد وتكنيك جديد ودعوة خير. السلام عليكم جميعاً.